مرحبا بكم في حلقة جديدة من فاست نيوز، إليكم أهم ما ميز هذا الأسبوع. مرحبا، انتقلت المغنية سيلينا غوميز إلى تيك توك يوم الخميس الماضي وكشفت النقاب عن شعرها الجديد بألوان قوس قزح، مما ترك المعجبين مذهولين متسائلين هل تدعم المثلية الجنسية؟ تخلت سيلينا البالغة من العمر 30 عاما عن شعرها البني الكلاسيكي واختارت مظهر قوس قزح. لقد نشرت مقطعا لنفسها في حمام عام أسفل مجفف اليد. غوميز علقت على الفيديو بفرح قائلة: عليك أن تفعل ما عليك فعله. كانت ترتدي في الفيديو بلوزة أنيقة باللون الأزرق المعدني وبنطلون جينز مع تشققات على ركبتيها. في خبر آخر، كشفت المغنية التي كانت منشغلة بالترويج لفيلمها الوثائقي الجديد سيلينا غوميز عقلي وأنا My Mind and Me عن أحدث أفلامها بعد حضور برنامج حفل غذاء لصناع الموسيقى الذي أقامته فرايتي لهذا العام. وهناك مقطع في قناتنا لإطلالات المشاهير في هذا الحفل، سنترك لكم الرابط في أول تعليق. كما أثارت غوميز أيضا أن موسيقاها الجديدة ستكون مختلفة عن أغاني الفتاة الحزينة التي اعتدنا عليها. قالت سيلينا: أنا معتادة على كتابة أغاني فتيات حزينة لأنني أجيد ذلك، لكني على استعداد للاستمتاع ببعض المرح وأعتقد أن الناس سوف يحبونها. وفي My Mind and Me، وهو العنوان الرئيسي لفيلم سيلينا غوميز الوثائقي على أبل تي في بلس، تغني قائلة: إذا رآني شخص ما هكذا فلن يشعر بالوحدة الآن. تهدف الأغنية حسب كلامها إلى أن تكون رسالة تعاطف إلى أي شخص يعاني من مشاكل في صحته العقلية. قالت غوميز: هذا ما أشعر أنه من المفترض أن أفعله، فقط لأكون قادرة على أن أقول مرحبا، أعرف كيف يبدو ذلك، أنا أكره هذا الشعور وأحس بك. الفيلم من إخراج أليك كيشيشيان ويسرد 6 سنوات من حياة نجمة ديزني السابقة بينما كانت تكافح الاكتئاب والقلق النفسي، وينشر تشخيصها للاضطراب ثنائي القطب. كما يصور الممثلة والمغنية في حالات الاضطراب العاطفي بالإضافة إلى التعامل مع التحديات الجسدية التي يسببها مرض الذئبة والعلاج. هل منكم من شاهد الفيلم الوثائقي؟ شاركونا رأيكم في تعليق. شكرا لكم.